بمناسبة مصر، خرج النهاردة من يفترض أنه رئيس لجمهورية مصر العربية في لقاء مع مسؤولين من بلجيكا وإسبانيا، ودعا لحاجة غريبة جدا، دعا لدولة فلسطينية وليدة. معرفش يعني فلسطين التاريخية راحت فين وده هيولدها ازاي، مش قادر افهم الحقيقة. لكن هو دعا لدولة فلسطينية منزوعة السلاح، وعرض انه يشارك في قوات دولية وعربية وقوات من الناتو لتوفير الامن للاسرائيليين والفلسطينيين. نسمع السيسي قال ايه وبعدين نرجع نعلم. احياء المسار حل دولتين، لا، احياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق في الكثير. احنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تسبب في الام. احنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الاسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني، اغلبهم من النساء والاطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال ال5 جولات صراع. ارجو ان احنا يعني لا نخفل ذلك، وان اسبابه هو ان الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش الى تحقيق المأمول، ان يعني يبقى في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية. وقلنا ان احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وايضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو او قوات من الامم المتحدة او قوات عربية امريكية زي ما انتوا عايزين، حتى نحقق الامن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الاسرائيلية. لما فكر الزملاء الحقيقة ازاي يتناولوا الكلام بتاع اخينا اللي كان بيتكلم ده في ظرف زي ده، فملقوش غير العبارة اللي هتشوفوها دلوقتي: السيسي والأجندة الإسرائيلية. فريق إعداد آخر كلام لم يجد تعاطي مع ما قاله السيسي منذ بداية الحرب، إلا أن الرجل يتماهى مع الأجندة الإسرائيلية. تعال نشوف إزاي السيسي بيتكلم في تصريحات يعني تقريبا هي دي اللي إسرائيل عايزها. مستعدين لدولة فلسطينية منزوعة السلاح، يوجد قوات، بوجود قوات دولية أو ناتو أو أي قوات زي ما أنتوا عايزين عشان نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. التصريح ده النهاردة 25 أكتوبر اللي فات. الهدف المعلن للحرب تصفية حماس والجماعات والفصائل المسلحة الموجودة في القطاع. كلنا عارفين والخبرات اللي موجودة لكل القادة عارفة إن هذا الأمر يتطلب سنوات طويلة جدا. 18 أكتوبر 23، إذا كان من الضروري نقل مواطن القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات العسكرية يمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب. طبعا النهاردة البلاك فرايدي زي ما حضراتكم عارفين، الناس كلها بتحتفل بالجمعة السوداء والعروض والخصومات. فالسيسي عامل شوية عروض لطيفة جدا للشعب الفلسطيني. تعالوا نشوف مع بعض ما هي عروض السيسي في البلاك فرايدي. استبدل السيسي مخطط التهجير الحمد لله بمخطط جديد، وهو دولة فلسطينية منزوعة السلاح. الفترة اللي فاتت الاتحاد الأوروبي عرض عليه 10 مليار دولار ودائع واستثمارات خليجية ب 12 مليار دولار وتسهيلات من صندوق النقد الدولي وزيادة القرض اللي ب 3 مليار دولار. وبالتالي السيسي الحقيقة بيحاول انه يقدم بعض العروض للناس او لاهلنا في فلسطين. معرفش الحقيقة رد فعل الفلسطينيين على هذا الامر ايه، على فكرة الدولة منزوعة السلاح.